قلعة باشطابية في الجانب الايمن من مدينة الموصل احد اهم المعالم الاثارية يعود تاريخ تاسيسها للقرن الثاني للهجرة كانت القلعة قبل 2003 محط انظار السياح لكن حالها اليوم مختلف تماما اليوم هي مكب للنفايات وقابلة للاندثار ماكو اهتمام من الحكومات بها لا الحالية ولا الحكومات السابقة حكومه ما بها مردود مالي حتى يهتمون بها. مع العلم هي موقع على الماي، على الشط موقع اثاري سياحي بمردود اقتصادي للمدينه بس ماكو أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ذكرى منطقه الاوساخ وهذا الشيء يعني اجرام 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 بتاريخنا هذا. لكن بس نعرفنا نجي بالكتب قلعه بشطابيه والقلعه الفلانيه وهم قلعه ومن الفلاني اه بس تعرفوا ندرسونها هي بالكتب وندرس ولهذه الامور وما تعرفوا تهتمون بها نظره اهالي الموصل تشي اليوم بحسره الى ذلك الصرح التاريخي الذي تحول اليوم الى مكان مهجور وأهل للسقوط تكاد ان تسقط يعني الجزء الخارجي اللي باتجاه النهر يميل بالاتجاه يعني الجزء الاخر وقد يسقط في اي لحظه قلعة باشتابيا تعد رمزا حضاريا مهما لأهالي الموصل لكنها لم تلق أي اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة حتى أصبحت على ما هي عليه الآن ليس لدينا ثقافة أثرية المفروض هذه الآثار ليس هي مجرد حجارة أو مباني أو ما شابه وإنما هوية لهذه المدينة لو تهتم يهتمون بها كمنتجع سياحي هم, هم, هم وارد للدوله وهم النا فخر النا حقيقه وهذه هذا مطلبنا الاول والاخير وها هي قلعه باشطابيه تحتضر اليوم اذ لم تحظ بعمران او اعاده بناء حكومي فاصبحت ضحيه اهمال الحكومه وفسادها على الرغم من المطالبات المستمره من قبل الشارع الموصلي بتاهيلها واعمارها